خلينا ناخد الكاتب الكبير الصحفي الكبير الأستاذ جمال زهيري. أستاذ جمال برحب بيك. أهلا بيك يا أستاذ إسلام، بس أنت اللي كاتب كبير يا إسلام. لا أستاذ جمال إزاي بقى، ده أنت راجل من أهم الصحفيين اللي في الرياضيين في مصر وغير الرياضيين كمان يعني. الله يخليك يا أستاذ إسلام، إزاي حضرتك عامل إيه؟ الله يخلي حضرتك. الله يخليك. أستاذ جمال، هل إحنا يعني في الفترة الأخيرة في مشهد يعني عبثي أو عشوائي بالنسبة للوسط الرياضي، ما بين بقى صراعات، ما بين خلافات، ما بين أزمات، رغم إن ما فيش دوري، يعني برضو ما فيش دوري وفي صراعات وخلافات ومشاكل. مظبوط مظبوط. فيعني هل أنت شايف الوضع في الوسط الرياضي هل يستحق الأزمات اللي احنا شايفينها ديت ولا إيه؟ لا يعني بصراحة يعني لا يستحق كل هذه الأزمات. عارف يا استاذ اسلام، القصه كلها الناس يعني يمكن الوسط الرياضي الوحيد هو اللي صوته اعلى من صوت كورونا. يعني والله العظيم يا اسلام، يعني جميع الاوساط كلها بتتكلم اكتر عن الكورونا، والناس حتى مشغوله في الكورونا، والدوله كلها والعالم كله. الحاجه الوحيده اللي اعلى من كورونا هي الكلام في المشاكل والخلافات بين الرياضيين. معرفش يعني هل ده نوع ما، يعني هل ده مقصود من بعض الناس اللي يعني انا طبعا مش بعيب على البرامج الرياضيه ولا، بس هي البرامج الرياضيه بتطرح قضايا. الشخصيات الرياضيه يعني بتخرج قوي عن الخط. يعني مثلا، ويمكن انا كتبت في الموضوع ده قبل كده، انه ممكن جدا لاعب مثلا لسبب او لاخر اعتزل او فشل من 15 سنه مثلا، تبص تلاقيه النهارده بيفتكر مين اللي وقف ضده، ومين اللي اداله زومبا، ومين اللي عمل كذا، ومين اللي عمل كذا. فالنهارده الكلام كله معرفش هل ده فراغ. يعني لما بيكون في رياضه الناس بتبقى مشغوله في الرياضه نفسها، فما بيتكلموش في المشاكل. هل توقف النشاط الرياضي هو اللي عامل هذه الحاله؟ يعني الناس متوتره فبتطلع الكلام دوت كنوع من انواع انه ما فيش نشاط واحنا قاعدين فاضيين، فنقعد بقى نخبط في بعض. يعني ايه ادينا بنتسلى يعني. يعني زي ما تقول ايه، ما بنلعبش خلاص، طيب نتكلم او نعمل مشاكل او نخبط في بعض. وفي ظواهر كتيره طبعا موجوده سببها الوحيد انه النشاط الرياضي متوقف.